Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Al-Ameen Alao and I will recite Suratu Mutafifeen inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Waylun lil mutaffifin alladhina idha iktalu 'alan nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun yawmin 'adheem yawma yakunu an-nasu lirabbil 'alamin kalla inna kitaba al-fujjari lafi sijjin وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال جحيم ثم يقول هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رأيك مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يدعون وإذا مروا بهم يتغامدون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم مع السلامة.